بني الإسلام على خمس: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وإقام الصلاة، وإيتاء الزكاة، وحج البيت، وصوم رمضان. رواه البخاري ومسلم. الجزء بتاع الدكتور وهبه ما فيهوش نظر قوي. نظر قليل، بس الدكتور حسن ورده النظر بتاعه كتير، لان هو يعني هو مركز قوي على موضوع الفلوينج بايبس، لان هو ده شغل كان كليك يعني. لكن موضوع البوينتس مثلا بتاخد فكره عنه وخلاص. موضوع الهايدروستاتيك فورسز فكره برده درس السنه دي وخلاص. لكن السنه الجايه واللي وراها بتاعت ما تتخرج هتاخد الفلوينج بايبس. السنه دي هناخد نوعين من المسائل. مسائل اسمها الفلوينج سيريس بايبس موسيل ورا بعض، ومسائل اسمها البارلل بايبس. ده في الشيء مسألة البارلل بايبس ماسورتين بياخدوا من نقطة وبيودوا على نفس النقطة. السنة الجاية هتاخد برضو نفس المعادلات بالظبط، بس هنشتغل على مسائل تانية. موضوع البرانشنج بايبس ماسورة اتفرعت ماسورتين، بس دي بتروح على سكة ودي بتروح على سكة تانية. وفي موضوع اسمه بايب نتوركس، شبكات المواسير. يبقى الحاجات اللي هتاخدها السنة دي لازم تبقى في دماغك. و يعني تحاول ما ترميش السلايدز، خلي السلايدز معاك، ممكن تحتاج ترجع لها بعد كده. حتى في شغلك ممكن تحتاج تقلب شوية في الكلام ده. السنة اللي فاتت خدنا بالنون ايكويشن، لو تفتكروا في شيت اخر شيت سنة أولى شيت الفلوينج بايبس. بس بالنون ايكويشن اللي درسناها كانت ايدل، ما تعرضناش للوسس خالص. كانت لو في لوسس بتبقى جيفن او ريكوايرد، اللي هو الاتش ال لو تفتكروا. السنة دي عايزين نشوف هنحسب ازاي بقى اللوسس. لازم تتعلم تحسب اللوسس صح، عشان في السنة الرابعة هتاخد نفس الكلام تاني. السنة الرابعة في كورس البامبس ترمبات، لازم تحسب اللوسس صح عشان تروح تشتري بامب صح. لو حسبت اللوسس غلط هتجيب بامب. انا بحط ليه البامب في الماسورة اساسا؟ انا بحط البامب في الماسورة عشان بريشر ولا فوريت؟ عشان بي ولا كيو؟ لا عشان كيو. انا بحط البامب في الماسورة عشان اوصل سائل عشان الفلوريت. بس في حاجة اسمها الغاية والوسيلة. الغاية عندي الفلوريت، لكن الوسيلة من اعلى من الضغط. البامب بتتحط في الماسورة، في اول الماسورة كده بتتحط البامب، تلاقي في وشها في احتكاك. السائل موجود بس في احتكاك، يبقى لازم تعلق الضغط عشان تزق. فبالتالي لازم ضغط معين يتغلب على اللوسس اللي في وشي. لو انا حسبت حسبة اللوسس غلط هشتري بامب ضعيفة، ممكن ما تطلعش الفلوريت اللي انا عايزه، او ما تطلعش الفلوريت اصلا، ما تقدرش تقوم الفلو. يبقى انت لازم تتعلم ازاي تحسب اللوسس الصح. ماشي. هما معادلتين بيتكلموا على الفلوينج بايبس. اللي بحل المسألة بمعادلتين، معادلة اسمها كونتينيوتي ايكويشن سي اي، ومعادلة اسمها ايه بقى؟ برنولي ايكويشن. درسناهم السنة اللي فاتت. الكونتينيوتي ايكويشن لو كان عندي ماسورة كده مثلا، خلي بالك في الستاتكس انا كنت بسمي نقطة اسمها سي، نقطة اسمها سي بي، نقطة واحد، نقطة اتنين، نقطة بوينت. لكن في الداينامكس هنا لما اكتب واحد اقصد الكروس سكشن ده كله اسمه واحد، لما اكتب هنا اتنين اقصد الكروس سكشن ده كله اسمه اتنين. لان انا دلوقتي هكتب لك اريا واحد، الاريا مش بتاعت نقطة اكيد بتاعت مقطع. الكونتينيوتي كويشن كانت بتقول ان الماس فلوريت ان بيساوي ماس فلوريت اوت، فام دوت ان ايكوالز ام دوت اوت. الوحدة بتاعت المعادلة دي تبقى ايه؟ كيلوغرام على الثانية. الماس فلوريت بيتفك ليه بقى؟ رو في اريا في فيروسيتي. يبقى الماس فلوريت بيتفك رو في ايه في في عند واحد هيساوي رو في ايه في في عند حد يعرف يقول لي رو رو واحد حاطين مع رو اتنين ليه؟ عشان ليه كوزال الكومبريسور؟ انت دماغك سفاكر انت في السنه اللي فاتت ولا جت منين دي؟ عرفتها منين دي؟ ايوه في ناس ذاكرتها قويه جدا. ماشي. اكيد اللي داخل ميه اللي هيخرج ميه. مش عشان كده انا مش هحط الرو. عارف لو اللي داخل هواء هيخرج برضه هواء، بس ما ينفعش اشطب الرو. لان الكثافه بتاع الهواء هتتغير مع اختلاف الضغط. لكن الرو هي الرو مساله ايه؟ الرو مساله فوليوم. الكتله لا تفضل تستثمر العدد، والحجم ما بيتضربش بتاع الكتله، فالحجم ساكت. فبالتالي الرو بتبقى رقم ساكت. المفروض اكتب كده انكمبريسبل فلو. انكمبريسبل فلو يعني فلو اوف ليكويد او الفلو اوف جاز بس بسرعه خطيره.
دماغ كمبر اقل من 3 من 10 بسرعه بطيئه شويه، بعتبر ان الريس كمان ما بيقعدش. ايه يا عم اللي عملت فيك؟ البنطلون كده بتلعب في مايك نور. ماشي. فاحنا كنا لسه بنقول الكونتينيوتي كويشن، بتقول ان الماس فلويد جيم احنا بدانا في مواضيع الدكتور حسن ورده اللي هو الفلوينج بايوس. الكونتينيوتي كويشن بتقول ان الماس فلويد جيم بيساوي الماس فلويد كاونت، المعادله دي وحدتها كيلو جرام على الثانيه. الماس فلويد بيتفك للرو في الفيريا في الفلوست، يبقى عند الدخول وعند الخروج بيساوي رو واحد ورو اثنين طار، مش عشان سين بيت، عشان ليكوس ار انكمبريسبل، انا بشتغل على انكمبريسبل فلو. فبالتالي الرو هتبقى رقم ثابت عشان الماء الرو ماس تاكل الكتله ثابته وحجمه ما بيتضغطش ثابت. فبالتالي الرو ثابت. طالب رو واحد مع رو اثنين يتبقى ايه بقى؟ يتبقى ايه واحد في واحد بتساوي ايه اثنين في اثنين بتساوي ايه ثلاثه في ثلاثه بتساوي ايه اربعه في اربعه. يعني من الاخر كده الاريا في الفلوس رقم ثابت عند اي مقطع، بس الاريا والفلوس على نفس المقطع مش تقول لي اريا واحد في اثنين. ماشي. الاريا وحدتها ايه؟ متر تربيع. واي اريا هتتعامل معاها لو الماسوره يعني دائريه اتش، وده اللي عليك في كل شيء، هتبقى الاريا باي بار فور دي سكوير على طول. المساحه الدايره ومش باي سكوير، هي دي هي دي. بس الفكره ان الماسوره بتوصف بالدايمتر. يعني انت لو رحت المحل ادوات سباق قلت له عايز ماسوره 2 بوصه، هتلاقي ماسوره بتروح 2 بوصه. فدايما اللي هتحتاج له بقى على 4 تربيع. الا بقى لو الماسوره كانت مثلا ماسوره كبيره وجواها ماسوره صغيره والفلو ماشي ما بينهم. في الانيولار سبيس دي ساعات المره دكتور حسين ورده الترم اللي فات جاب السنه اللي فاتت جاب الفلو هيبقى ايه؟ هيبقى ماشي في اريا كبيره وماين سيريا صغيره، الفلو ماشي ما بين تو بايبس. عامه الاريا وحدتها متر متر تربيع والسرعه متر على الثانيه، اضرب الوحدتين دول كده يبقى انا عندي وحدتين متر مكعب على الثانيه، ما بقتش بقى ماس فلويد بقت فولوم فلويد. ففي كتب بتسميها تي دوت، احنا هنسميها كيو اللي هو الفوليوم فلويد او الفلويد او الديستشارج، ساعات بيتسمى الديستشارج. الديستشارج اللي هو التفريغ يعني او التدفق. غير الكيو بتاعت الثيرمو، الكيو بتاعت الثيرمو حاجه ثانيه في جول عشان ما تلخبطوش الدنيا. ساعات الاقي ناس حاسبه الحسبه صح وكاتبه لي جول جنبها. يعني ركز انت بتحفظ ايه. الفلويد اريا فلوستر. بيقول ايه بقى؟ المعادله بتقول ان الفلويد ده رقم 7، بيترجم لحاجتين، بيترجم لاريا مضروبه فلوستر، بس الاثنين رقم 7 اللي هو كيو. يعني هنا الفلوريد قد ده قد ده، بس الفلوريد هنا بيتكون من اريا صغيره بسرعه كبيره، يبقى الفلوريد اللي هنا هيبقى اريا كبيره بسرعه قليله، لكن ككميه سيت واحده. اوكي؟ ما ينفعش ابدا عشان ده مقطع واسع تقول لي بيطلع ميه كتير، عشان ده ضغط المقطع ده يدخل ميه قليله، كده الماسوره دي بتولد ميه، بتخلق ميه من الاوت فلو اللي داخل قد اللي خارج، واللي ماشي في كل المقطع قد في كل المقاطع. برنولي ايكويشن بقى. دي بتتكلم على انرجي. انا بتكلم عن كميه السائل. بتتكلم عن كميه السائل. طب تفتكر المعادله دي تشتغل في الايدل وفي الري فلو؟ الايدل الفلو الايدل افترضنا ان الزوجه بتاعته بصفر، فقلنا ان مفيش لوسز في الانرجي. الريل لا في زوجه وده اللي هنتكلم عنه دلوقتي ونشوف هنحسب اللوسز ازاي. يبقى دي تشتغل على الايدل ولا الريل؟ ولا الاثنين؟ دي بتشتغل على الاثنين، دي مالهاش دعوه باللوسز في الانرجي خالص، دي بتتكلم على كميه السائل، وكميه السائل ثابته في الموسوعه. مش هتختفي. الا لو الماسوره مخرومه هيبقى الفلو المين هيساوي الليكج زائد الفلوريد اللي اتبقى. هنشوف مساله بعد كده في الشيت الاسبوع اللي جاي، لا اللي وراه تقريبا. مساله في النص فيها اورفيس فيها تاب، تاب يعني حنفيه. خلاص هقول ان الفلوريد اللي في الاول ده لو 10 2 طلعوا و8 اتبقى، يبقى الفلوريد التوتال بيساوي ده زائد ده. بس عامه المعادله دي شغاله في الايدل في الريل. برنولي ايكويشن بقى الشكل اللي انت خدته في سنه اولى كان بيقول ان الانرجي اللي في الاول تساوي الانرجي اللي في الاخر. والكلام ده ايضا مش هنتكلم عنه اصلا، مش عايزين نشرحه، شرحناه السنه اللي فاتت وده مش هتتعامل بيه. طب الفعل بقى، الفعل ان السائل وهو ماشي في اتجاه السريان، اتجاه الفلو، الطاقه بتاعته تقل ولا تزيد؟ بتقل. طب لو قلت لك الطاقه اللي في الاول 10 والطاقه اللي في الاخر 7، يبقى اللوسس كام؟ 3. يبقى لو قلنا ان الانرجي الكبيره اللي في اول الفلو ماينس اللوسس في الانرجي تساوي الانرجي اللي انا وصلت لها في الاخر. فهمتوا الكلام ده؟ يبقى الانرجي الكبيره اللي في اول الفلو ماينس اللوسز في الانرجي تساوي الانرجي اللي انت وصلت لها في اخر الفلو. في حد مش فاهم الكلام؟ اكني بادئ بعربيه معايا 40 لتر بنزين، المشوار ده ينقصني 5 لتر، يبقى اوصل في الاخر الاقي معايا 5 لتر، يبقى الانرجي الكبيره شيل منها اللوسز الحرق اللي في السكه يساوي الانرجي اللي انت وصلت لها. خلي بالك من الحته دي، اللوسز بتتحط بالسالب مع الانرجي الكبيره او بالموجب مع الانرجي القليله. لكن ما ينفعش احط الاتش لوس دي هنا بالبوستر، كده انت قلت ان السائل ماشي من 2 ل 1. ركزوا في الحته دي.
الايرش دي بقى فكناها كام حاجه؟ اي كام تلاته؟ ثلاث حاجات. بريشر على روجي بي واحد على رو فلويد في جي زائد زد واحد زائد بي سكوير على جي ناقص اللوسس. مش لازم اقعد اقول لك اللوسس في الانرجي، هي لوسس في الانرجي ومش لوس واحد، انا بقولها لك بالجمع لوسس. المعادله دي وحدتها متر صح؟ ايه المعادله دي انا لسه هقول لك بقى ايكوال بي 2 نفس الكلام، بي 2 على جاما فلويد معروف جي هو الجاما زد 2 بلس بي 2 سكوير على 2 جي. البريشر وحدته بالباسكال وجيج وبالباسكال. حتى لو انا عايز بي 2 بالبار ما تقوليش احط ده بالبار عشان ده يطلع على طول بالبار، هتبوظ الترمات كلها. يبقى ده بالباسكال واطلع ده بالباسكال وفي الاخر احوله لبار. يبقى البريشر بالباسكال وجيج. لما بقسمه على روجي يبقى اسمه ايه؟ بريشر على روجي متر. ماشي ده وحده المعادله انرجي على ويت. لا البريشر على روجي سميناه ايه؟ هيد. هيد بريشر هيد. فالترم ده اسمه البريشر هيد. ما بين قوسين بيعبر عن البريشر انرجي. الزد ده كان بيعبر عن تحتيه الوضع بوتنشال انرجي، كان اصله ام جي زد بس احنا قسمناه على ام جي، فبقى الزد بيسموه اليفيشن هيد. اليفيشن هيد بيعبر عن البوتنشال انرجي. اخر واحد ده كان اصله هاف ام في سكويت اللي هو كانتيك انرجي، اتقسم برضه على ام جي فاسمه فيلوستي هيد وبيعبر عن كانتيك انرجي. وده اسمه الانرجي هيد بلس من واحد اثنين، هتلاقي فيه كله كلمه هيد. الانرجي كابيتال دي بيسموها التوتال انرجي هيد. كلمة هيد يعني بقول لك خلي بالك دي وحدتها بالمتر. طب ليه وحدة متر؟ احنا قلناها السنة اللي فاتت بسرعة كده، هي الانرجي وحدتها المفروض بالجول، النيوتن مضروب في في متر. بس هي مش المعادلة دي بعد ما كتبها بالنوريا كانرجي قسمها على الويت، فهو مش شغال على التوتال انرجي بتاعت الثابتة، هو شغال على الانرجي لوحدة الأوزان الثابتة بير يونت ويت. فبالتالي قسمها على الويت. الويت وحدته بالنيوتن، بلاقي النيوتن طالما على النيوتن بقى متر. الصدفة شبه وحدة الطول، ده مش وحدة طول. يعني المتر ده مش متر طول، المتر ده مش متر طول، ده متر المفروض ما تكتبوش متر، المفروض تكتبوا جول لكل نيوتن. يعني لما اقول لك الاتش لوس في الماسوره، اللوسز اللي في الماسوره 3 متر، انا ما قصرتش طول الماسوره 3 متر وقصيتها. هو الانرجي لوسز 3 متر، يعني الوزن من الميه الواحد نيوتن لما يمشي في الماسوره من اولها لاخرها طاقته هتقل 3 جول لكل وزن واحد نيوتن. طب ليش شغلناها في اليونيت؟ التعامل مع دي اسهل ما تبقى لكل الويت. زائد ان اللي يمشي على بير يونت ويت يمشي على كل الويت. يبقى يعني لو انا مثلا واقف على اول شارع البحر بقول لك العربيه الواحده اللي هتمشي من اوله لاخره بنزينها هينقص 10 متر، خلاص كل العربيات اللي ماشيه هيبقى نفس الكلام. يبقى اللي بيمشي بير يونت ويت بيمشي على كل الويت. البريشر بالباسكال على روجي ده طول بالمتر، بس ده طول تخيلي. الفي سكوير نفس الكلام، الاتش نص نفس الكلام، ما عدا ايه طول حقيقي فعلا؟ الزد. الزد الزد هو اللي بعده فعلا اقدر احطه على الرسم. الزد كنا بنقيسه من اول الداتا لغايه النقطه والداتا كنا بنختاره فين؟ على النقطه الاوتر. بناخد من النول ايكويشن ما بين واحد واثنين، واحد اوتر من اثنين، فبحط الداتا عند واحد يبقى زد واحد بكام؟ بزيرو. بزيرو وزد اثنين بالبعد اللي بعده. فهمتوا الكلام ده؟ في حاجه مش مفهومه الكلام ده؟ قبل ما اتكلم عن اللوسز انا هفك اللوسز، انا بقول لك هي لوسز بالجمع، فهو فعليا اكشوال انا بفتح هنا بوس وبحط كل اللوسز مجموعه على بعض، يعني سيجما اللوسز كل الفريكشن وكل الماينر اللي لسه هيتشرح لك. الماينر لسه ما شرحش في المحاضره مش في محاضره اتشرحت وفي محاضره ما اتشرحتش. الاسبوع ده في محاضره اتشرحت احنا ماشي هنشرح الفريكشن لوسز النهارده، بس اللي انا اقصده ان اللوسز هنا هم نتيجه سببين، فريكشن لوسز وماينر لوسز او ايدي لوسز. ده ممكن يكون كذا مره، ممكن يتكتب كذا مره، وده ممكن يتكتب كذا مره. يعني انت ممكن تلاقي جوه الكورس مكتوب سبع حاجات، هنحل مساله الاسبوع اللي جاي فيها سبع لوسز، اثنين فريكشن وخمسه ماينر. فانا لازم افتح كورس عشان في نيجاتيف، لازم تفتح كورس وتجمع هنا كل اللوسز بلس بعض. ماشي؟ لو نسيت تفتح كورس يبقى انت طرح اول لوس بس والباقيين مجموعين. لازم ماينس وافتح فوق. مش شرط، افرض الفلو كان ماشي من اثنين من واحد لاثنين، يبقى اثنين هي اللي زيرو. انا بسافر النقطه الاولى. بحط الداتا مع النقطه الاولى. قبل بس ما نفك اللوسز، يعني مش عايزك تفك لي اللوسز هنا، اتفقنا ممكن تبقى سبع ثمان حاجات، خمس حاجات. فهتفك اللوسز كده على المعادله دي هتيجي معاك في كذا سطر. انت تختصر الاول المعادله. السنه اللي فاتت قلنا كده في كرايتيريا معينه، معايير معينه ممكن اشطب بيها المعادله شويه. نقطه نفطها بصفر، نقطه سرعتها بصفر، نقطه عبديتها. فنفترض كده ان لو انت عندك مثلا رسمه عندك كده.
خزان بيدي ميه على الماسوره والماسوره بترمي على الاتموسفير. كنت بتحط دايما نقطه واحد على سطح الخزان، نقطه اثنين على مخرج الميه. دي طب هيبقى عند واحد ولا اثنين؟ عند اثنين. يبقى زد اثنين بزيرو. وبي 2 بزيرو. اتفقنا المره اللي فاتت اي ماسوره بترمي على اتموسفير الضغط اللي خارج ده بصفر. يبقى ايه بس اللي مش هيساوي صفر؟ السرعه. ده نوت ايكوال زيرو. ما ينفعش تقول لي في 2 بصفر، دي ميه بتجري في ماسوره. طب نقطه واحد الضغط عندها بصفر، السرعه عندها عشان معرض للضغط الجوي. طب افرض الخزان كان مقفول وفي هواء موجود، يبقى تحط هنا بي ضغط الهواء. ما تقوليش ان اتش كوفلنت بقى وزي الستات. ماشي. واي نقطه جوه الخزان سرعتها بكام؟ زيرو. ايه بس اللي هيساوي هنا مش زيرو؟ ايه اللي مش هيساوي زيرو؟ الزد. يبقى مساله زي دي كده انا بختصر المعادله الاول، وبعد كده بسافر التحكيم في اللي يفك اللصوص. في حته بس انتوا انا عايزكم مقتنعين بحاجات كتير في موضوع الفلوينج بايبس، عشان ده اللي متعمل معانا وبتتسال في حاجات كده بعد كده في انترفيوهات وبتعقد الدنيا. البريشر هنا دي حته مثلا انتوا مش مقتنعين بيها. ازاي يعني الضغط الخارجي ده يبقى بصفر؟ يعني انا افتح نافذه المايه في البيت الاقي الضغط الخارجي بصفر؟ تحول السرعه. هو متحول كله بسرعه وبيرمي على ضغط جوي. وهقول لك حاجه، هو الفكره ان الضغط اللي احنا بنتكلم عليه ده، احنا قلنا قبل السنه اللي فاتت شرحنا ان في نوعين من الضغط. السائل الستاتيك، السائل اللي ما بيتحركش، كان مبداه ان الضغط في نفس في كل الاتجاهات ثابت عند نفس النقطه. لكن لو النقطه دي بتتحرك، لو حطيت عدد ضغط عمودي على اتجاه الحركه كان بيقرا ايه؟ الستاتيك. كان بيقرا الستاتيك بريشر. طب لو حطيت العداد ده هو هو بس عند نفس النقطه بس في وش الفلو، هيقرا الاستاتيك وهيقرا الدايناميك بريشر، هيقرا السرعه اللي خبطت في العداد وتحولت لضغط. فالعداد ده هيقرا ستاتيك زائد دايناميك بريشر. الاثنين دول على بعض سميناهم ايه؟ ستاجنيشن بريشر. بس النقطه اللي على اول العداد دي، لو العداد في وش الفلو، لو العداد وقفته كده في وش الفلو المايه هتخبط فيه. فالنقطه اللي على اول العداد دي بيسموها ستاجنيشن بوينت. ستاجنيشن مش ستاتيك. ستاتيك حاجه بطبيعتها ساكنه وما بتتحركش. ستاجننت ستاجنيشن بيسموه نقطه سكون لحظي. بيبقى السائل ماشي لحظيا خبط هنا وسرعته كلها اتحولت لضغط، وبعد كده بيبتدي يلف بقى ويمشي حوالين العداد. ما هي مش هتفرمل وتفضل واقفه راكنه هنا، ما هو في فلو ماشي. تمام. فالنقطه دي بتبقى عندها اعلى ضغط. يبقى عند نفس النقطه في ضغطين مختلفين، في ستاتيك بريشر وفي توتال بريشر اللي هو الستاتيك والحركه كمان والدايناميك. اللي بعوض بيه هنا ستاتيك ولا دايناميك ولا ستاجنيشن؟ ستاتيك. ستاتيك ليه بقى؟ عشان انا حاطط الدايناميك بريشر لوحده. انا حاطط الدايناميك بريشر اللي هو كاينت انرجي لوحده، يبقى الضغط ده حطه لوحده العمودي على السرعه. لكن لو انا شلت الفيلوسيتي ممكن احط ده ستاجنيشن بقى. يعني ممكن اطير الترم ده واحط ايه؟ وتحط الستاجنيشن. بس هي مش ده اللي بيحصل ده. يعني دايما بتتعمل كده. ليه؟ لان انت دايما اي عدد ضغط هتقرا رايده وتعوض بيه هنا هيبقى راكب عمودي على المصور. دايما عدد الضغط بيتخرم كده ويتحط عمودي على المصور. زائد ان السرعه في اغلب الحالات بتطير مع بعض، لان الفلو بيبقى الكونستنت دايما، الماسوره بيبقى مقطعها ثابت. فاهمني؟ واقدر اجيب السرعه في ثواني، ما انا عارف الفلو ريت والدايما، انا عارف انا شايل الماسوره بكترها كده. فدايما بيتحطوا كل ترم لوحده. يبقى دلوقتي عدد الضغط اللي انا بحطه هنا ايه؟ ستاتيك بريشر. لو حطيت عدد الضغط على مخرج الماسوره هنا هيقرا كده، عمودي على الماسوره هيقرا صفر، هيقرا ضغط جوي. لكن لو حطيته في وش الفلو هيقرا ضغط بسرعه. تمام؟ يبقى عشان كده دايما اي ماسوره بترمي على الاتموسفير الضغط اللي خارج ده بصفر. ليه؟ لان ده ضغط ستاتيك اللي انا بتكلم عنه. فهمتوا الكلام ده؟ طيب اللصص بقى، عايزين نتكلم بقى عن اللصص شويه. نعم؟ في 1 بزيرو عشان اي نقطه جوه الخزان سرعتها بزيرو، حتى لو مش هنا، حتى لو هنا على داخل الماسوره السرعه هنا برضه بزيرو. جوه الخزان بتبقى السرعه ريليتد مش زي الماسوره. يعني الخزان ده مثلا بيبقى قد الاوضه دي كده، وفي الحيطه في خرم كده فاتحين منه موصلين عليه ماسوره. اكيد مش هحس باي فيلوستي جوه الخزان، هحس بالفيلوستي جوه الماسوره. حتى لو نقطه قبل الماسوره على طول هتبقى برضه سرعتها بزيرو. يعني في الحمامات السباحه باستمرار، لو شفت حمام سباحه كده هتلاقي باستمرار في فلو انت مش بتحس بيه. في دايما ميه بتتسحب من جريلات على الارض كده، تعدي على اوضه فلاتر بتبقى اوضه مش شايفها برضه، وفيها ترمبات تتفلتر وترجع لك تاني من اخرام كده في الحيطه. انت ما بتحسش ولا الطياره سحبك للبلاعه، ولا لما تيجي جنب الحيطه بتحس الطياره زقك بعيد عن الحيطه. انت ممكن تحس بالفلو اللي طالع من الفتحات دي لو حطيت ايدك قريب قوي منه. وانس ان انت بتبعد عنه ما بتحسش باي سرعه.
بيحس بسرعه جوه الماسوره بس، لكن جوه الخزان السرعه بتتشتت. اوكي، فبالتالي اي لون جوه الخزان سرعته بتزيد. اللوسز بقى دي هما نتيجه سببين مش حاجتين، يعني انا مش هكتب هنا حاجتين، هما نتيجه سببين، كل سبب بيتكون كذا مره حسب المساله. اول نوع من اللوسز ده اللي هنتكلم عنه النهارده اللي هو الفريكشن لوس، والنوع الثاني اللي هنكتبه المره اللي جايه بيتجمع طبعا عليه كلهم بيتجمعوا على بعض، ثاني نوع هنتكلم عنه المره اللي جايه اسمه ايدي لوس. فريكشن لوس بيسموه ساعات ميجر لوس وبرايمري لوس. برايمري يعني ايه؟ اساسي بدائي اولي، دي حاجه موجوده دايما. الفريكشن لوس ده نتيجه الاحتكاك، هو الاحتكاك هيحصل عند حته معينه مع السائل؟ لا، ده طول ما الميه ماشيه طول ما في فريكشن ما بين الميه والميه والميه والبايب وول نفسه. الفريكشن لوس ده مره دكتور حسن ورده جاب اكمل كده كومبليت، فريكشن لوس از ديو تو كومبليت فيسكوستي. فيسكوستي ما تقوليش فريكشن، ما فيش حاجه اسمها فريكشن لوس از ديو تو فريكشن، مش هجيب لك الكلمه عشان تنقلها تاني. فريكشن لوس از ديو تو فيسكوستي، والفيسكوستي موجوده دايما دي خاصيه السائل، فمش موجوده عند نقطه معينه، عشان كده ده بيتسمى برايمري لوس. المعادله بتاعته حد فاكرها؟ اتش لوس فريكشن بتساوي سالب ميو اف ال دي سكوير. لا دي حاجه ثانيه، ايه سالب ميو؟ انت قصدك ميو دي واي دي واي ده بتاع شير ستريس. لا، المعادله بتاعت اللوسز نتيجه الفريكشن الهيد لوس، المعادله بتطلع لك رقم بالمتر اف ال دي تربيع على 2 جي دي. هي معادله ثانيه وليها معادله ثانيه. الاف الاف ده سيبه لي دلوقتي، ال طول الماسوره، هنشوف الاف هيتحسب ازاي. ال طول الماسوره، الطول اللي انا بطبق فيه برنامج ما بين نقطتين في لينث، يبقى هو ده الفي فيلوستي دي الدايمتر. المعادله الثانيه بقى لو شلت الفي ممكن اكتبها ايه على ايه؟ كيو على ايه؟ كيو على ايه؟ لو شلت الفيلوستي اكتبها كيو على اريا، يبقى هيبقى عندك فوق كيو تربيع وتحت اريا تربيع، وفك الاريا اللي تحت اربعه على اربعه دي تربيع، كل تربيع الاريا متربعه، وخلص الكلام ده كله هتلاقي في الاخر بقى لك 8 من 10 اف ال كيو تربيع على جي في الدلتا باور كام؟ باور 4 5. ما الاريا هيبقى فيها دلتا باور 4، فدي كمان موجوده يبقى دي باور 5. الاثنين واحد، الاثنين نفس المعادله بس كتعامل في حال مسائل بسرعه، يعني دي اسهل في مسائل الشيك كلها، دي بتبقى اسهل في مسائل البارلل بايبس والمسائل اللي فيها ليكيج اللي هو الفلوريد بيتغير يعني، فبشتغل مساله دلاله الفلوريد احسن. لكن دي اظرف في مسائل الشيك الثانيه، السيريس بايبس بتبقى دي اسهل. الاثنين صح بس دي رياضيا انا بكلمك في الحل الازرف، يبقى دي في الشيء دي في البارلل بايبس، وفي المسائل اللي فيها الليكج يعني الفلوري تتغير وانا ماشي كده في اتجاه الفلو. فاضل لي بس موضوع الاف. قبل بس ما اشوف موضوع الاف بقى عايز اعرف شويه في حاجه. اللوسز بتقلل في ايه؟ اللوسز بتقلل اني انرجي؟ يعني الانرجي ثلاث حاجات، مش الانرجي بريشر وزد وسرعه. اللوسز عايزه تقلل الانرجي فتسحب من اي واحده، يعني بمعنى اخر لو انا عندي ماسوره ستريت كده قطرها ثابت وانا ماشي في اتجاه الفلو كده، ايه الطاقه من الثلاثه دول اللي قاليهم؟ البريشر والفيلوستي. ما ينفعش لا الفيلوستي كده ما ينفعش، الراجل بيسجل ومش عايزين نقول لك الكلام. هقول لك ايه؟ قطر ثابت. اللي بيتكلم على الفلوري على السرعه الاريا والفلوري، لو الفلوري ثابت وده طبعا اللي حاصل والاريا كمان ثابته يبقى السرعه ثابته. اعتبر المايه قطر مش على بايب، يعني ايه؟ اعتبر المايه كونتينوس كولوم عمود متصل. لو اللوسز بتبطئ السرعه اللي في الاول يبقى هتبطئ السرعه كلها. يعني لو ماسوره فيها لوسز عاليه هتلاقي السرعه في الماسوره كلها بطيئه، ماسوره فيها لوسز قليله هتلاقي السرعه كلها في الماسوره سريعه. لكن اللوسز ما تقللش السرعه من النقطه الاخرى. بس لو السرعه هنا بطيئه والسرعه هنا سريعه يبقى الماسوره دي بتحوش ميه. يبقى خلي بالكم من الموضوع ده. يبقى اللوسز بتسحب من الضغط، عشان كده انا بعكس العمليه اجيب بامب. يبقى البامب بتزود الانرجي في صوره زياده في الضغط، اللوسز بتقلل الانرجي في صوره نقصان في الضغط. ساعات يديك اللوسز في المساله جيفن يقول لك البريشر دروب ايكوال كذا، يعني هو ادالك اللوسز. اقسم بس البريشر دروب اللي هو دلتا البي، البريشر دروب من اول لاخر الماسوره بكذا. اقسمه على روجي يبقى ده اللوسز. ماشي، بدل ما افك بقى المعادلات وبتاع. في حته برضو الناس مش مقتنعه بيها، لما الماسوره تميل لفوق بقى اوعى تقول لي السرعه بتبقى هنا. السرعه دي هي دي هي دي هي دي برضه الماسوره اللي مايله لفوق. مفيش حاجه اسمها برضو السكشن بتاع امبارح او اول اسبوع وكده
الناس كلها مقتنعه ان السرعه هنا بطيئه والسرعه هنا سريعه. طب السرعه دي لو 1 متر على الثانيه ودي 4 متر على الثانيه، ما الماسوره بتحوش ميه. مش ما هو الميه دي مش عربيه طالعه على مطلع وتيجي على اخر المطلع تريح، سرعتها تهد تهد. الميه قطر متصل. لو عربيه فرملت العربيات كلها بتفرمل. فهمتوا الكلام ده؟ لو انا عندي محبس حنفيه، حنفيه البيت، هتقولي طب ما انا لما بقفل المحبس بزود النصز والسرعه بتقل. انت في بيتك لما بتقفل الحنفيه شويه مش سرعه الفلو بتقل؟ اه بتقل، بس في الماسوره كلها القطر اللي جاي لك من اول الخزان لغايه عندك سرعته كله بتقل. انا لما بقفل المحبس اه طبعا السرعه بتقل، بس مش قبل وبعد، مش بتقل عن قبل. السرعه دي هي السرعه دي برضه، هي السرعه اللي قبل. لما بقفل المحبس انا قللت السرعه اه، بس في الماسوره كلها. فاهمين الكلام ده؟ يعني بمعنى اخر اللوسز بتقلل السرعه وما بتقللش السرعه. بتقلل السرعه عن لما كانت قليله. اللوسز اه لما بتزيد في الماسوره السرعه بتقل. تمام؟ فاللوسز بتقلل السرعه عن لما كانت اللوسز قليله. لكن اللوسز ما بتقللش السرعه على نفس الرسمه من نقطه لاخرى. السرعه اللي بيتكلم عنها الكونتينيوتي كويشن. طب اللوسز ما تقللش الزد؟ الزد اللي بيتكلم عنها البايب لاين بروفايل، رسمه الماسوره، المواسير شكلها كده، ما تقوليش اللوسز تميل الماسوره لتحت. يبقى الزد برده ما اقدرش اجي جنبها، يبقى اللوسز بتقلل من البريشر. فهمتوا الكلام ده؟ يبقى المحبس ده لما بقفله السرعه قبل هي السرعه بعدين. لو الماسوره انكلاين كده مايله، طب ما الزد في اختلاف في الزد. اه في اختلاف في الزد، ما هتلاقي الضغط كمان بيقل نتيجه الزد. يعني بص الفلو لما يمشي من هنا لهنا تمام؟ في حاجتين هيقللوا البريشر. الانرجي بتاعت منطقه الوضع بتزيد يبقى الضغط يقل، السرعه ما تقلش. وفي لوسز كمان يبقى الضغط كمان يقل. فاهم الكلام ده؟ اضعف حاجه قصاد اي حاجه الضغط. السرعه تزيد الضغط يقل، الاليفيشن يزيد الضغط يقل، في لوسز الضغط يقل، اي حاجه بتقلل الضغط. ماشي؟ لان كل حاجه من التانيين مربوطه بحاجه ما تقدرش تغيرها. يعني الفلوس مربوطه بالاريا، الزد مربوط بشكل الماسوره، البريشر مش مربوط بحاجه، فده اللي احنا بنسحب منه دايما. فهمتوا الكلام ده؟ ماشي؟ يبقى الفولف لما بيتقفل السرعه قلت، بس مش قبل وبعد، عن لما كان مفتوح. يبقى السرعه دي هي السرعه دي، امال ايه اللي هيقل بعد الفولف؟ الضغط. بديهي ان انت قفلت محبس عملت ثروتلينج خنقت الفلو، هتلاقي الضغط اللي قبليه عالي، الضغط اللي بعديه قليل. فهمتوا الكلام ده؟ الفريكشن لوز ده بقى اكتبه في المساله، مر يعني ده ما احنا اتفقنا ده هيتكتب هنا جوه في المعادله دي، يتكتب مره ولا مرتين ولا ثلاثه. لو المساله لو الماسوره عامله كده طالع نازله طالع نازله وتفر عامله ازاي شكلها، بس نفس الدايمتر مش يبقى نفس السرعه، اتفقنا ان السرعه ثابته. مفيش حاجه اسمها سرعه الميه هنا تهدى وبعدين تنزل تقع منزل يبقى السرعه تزيد، مفيش الكلام ده، الميه قطر متصل كله ماشي بنفس السرعه. يبقى الدايمتر لو ثابت في الماسوره بالمنظر ده يبقى السرعه ثابته، يبقى الفريكشن لوس ده يتكتب هنا مره واحده. بس خلي بالك ان اللينف بتحط اللينف اللي الميه مشيته مش اقصر مسافه ما بين النقطتين، يعني لو بتطبق بالمولي من 1-2 مش بحط المسافه دي، لا انا بحط الطول ده زائد ده زائد ده، بحط الشارع اللي الميه خلقت فيه انرجي. فاهمين الكلام ده؟ التوتال انرجي. طيب الفريكشن لوس ده بقى امتى يتجزأ؟ لو ايه اختلف؟ لو الدايمتر اختلف، لو القطر اختلف السرعه هتختلف، يتكتب بقى كذا مره الفريكشن لوس. يعني مساله مثلا الاسبوع اللي جاي هنحل مساله شبه دي كده. دول كده مش ماسوره واحده، دول ماسورتين. هتسمي المواسير غير اسامي النقط. يعني سمي الماسوره دي 1، الماسوره دي 2، يبقى انا بطبق برنولي من نقطه A لنقطه B. ليه الكلام ده؟ عشان لو نقطه A دي جوه خزان يبقى سرعتها بكام؟ بزيرو. لو انت مسمي الماسوره دي A برضه هتلاقي ان انت كاتب هنا FLVA تربيع على 2 GD، هتقول شطب. يبقى انت كده شطبت سرعه A ولوسز الماسوره كمان كلها. يبقى انا بسمي النقط اللي بطبق فيها برنولي غير اسامي المواسير نفسها. اوكي؟ فمسألة زي انا هكتب الفريكشن لوس ده هنا مرتين، اف ال في تربيع على 2 جي دي لماسوره رقم 1 زائد لماسوره رقم 2، لو في ماسوره ثالثه حجمها الثالثه وهكذا. يبقى الفريكشن لوس اتجزأ لان الدايمتر اختلف والسرعه اختلفت. فاهمين الكلام ده؟ اخر بس حاجه فضلي موضوع الفريكشن فاكتور بي اف. هحسب ازاي بقى الفريكشن فاكتور ده؟ عشان نحسب الفريكشن فاكتور هنحسب رقم بسيط كده في النص اسمه ريمولز نمبر. انا مش عايز حاجه غير اني اطلع منه غير، لكن مش هحل بيه اي حاجه. الريمولز نمبر ايه القانون بتاعه؟ رو في دي على ميو. رو في دي على ميو. الميو دي وحدتها ايه؟
ركزوا شويه في موضوع الوحدات يا جدعان، انتوا مهملين قوي في موضوع الوحدات. يعني في ناس مش عارفه ان اللتر ده وحده حجم مثلا، فبلاش بلاش ضياع. اللزوجه وحدتها ايه؟ باسكال سكن، وكان في وحده مصغره اسمها ايه؟ الواحد باسكال سكن بيساوي 10 فواز. انا مش عايزك تحفظ انا بضرب ولا بحسب كذا عشان احول، انا بحفظ السطر ده كده. الواحد باسكال سكن بيساوي 10 فواز. لو قلت لك لزوجه زيت 2.5 فواز يبقى كام باسكال سكن؟ ماشي 0.25. هتضرب ده في ده على ده كريس كروس. لكن لو انا حافظ ان انا بقسم على 10 في الامتحان ممكن اضرب في 10، هتلاقي المساله بقت بدل ما هي تيربلنت بقت لامينر، الدنيا باظت خالص. ماشي؟ فين الوحده دي؟ ايه؟ الوحده الثانيه. الوحده دي هو اللزوجه وحدتها باسكال سكن، انا بعوض هنا بالباسكال سكن. بس الوحده دي كبيره ففي وحده اصغر منها اسمها فواز. فالواحد باسكال سكن بيساوي 10 فواز. انا بحفظ السطر ده. ولو ادالي رقم هو بالفواز كريس كروس اجيب الرقم الوسط. السنه اللي فاتت برضو قلنا ان في حاجه اسمها كايناماتيك فيسكوستي، لو تفتكروا دي كان اسمها نيو بالميم. كان في حاجه اسمها كايناماتيك فيسكوستي اللي هي النيو، كانت نيو على رو. طب دي رو على ميو، فممكن اشيلهم واكتب واحد على الكايناماتيك فيسكوستي. الكايناماتيك فيسكوستي وحداتها عكس وحدات الاكسلريشن، ما لهمش علاقه ببعض، بس عشان تبقى فاكر وحدات العجله متر على الثانيه تربيع، دي متر تربيع على الثانيه، ما لهمش علاقه ببعض، بس هي عشان تبقى فاكر. ودي اللي كان ليها وحده مصغره للستوك والسانت ستوك. طب انا حسبت الرينولدز نمبر، رقم الرينولدز نمبر ده دايمنشن ليس، يعني الرقم اللي انت بتطلعه من المعادله هنا ما تكتبش جنب واحد. تمام؟ انتوا بتكتبوا وحدات، ما بتكتبوش وحدات خالص ما عدا في الرينولدز نمبر، تكتب له جنب واحد. ده ملوش وحده، ده الحاجه الوحيده اللي ما لهاش دايمنشنز. تمام؟ لو الرقم طلع اقل من 2000 يبقى الفلو ده ماله؟ لامينر. بقول كده ان الفور لامينر فلو. لو لامنا الفلو يبقى الفريكشن فاكتور 64 على رينولدز نمبر. لو الفلو لامنا يبقى الاف 64 على رينولدز نمبر. خلي بالك من الحته دي، انا مش بقى الاف 64 على رينولدز نمبر، الرينولدز نمبر بتاع المساله اللي انا حسبته مش على ال 2000. انا لو دايما بقسم على 2000 كنت حسبتها لك وكنت قلت لك هيساوي كذا وخلاص. يعني انا حسبت رينولدز نمبر طلع 800، هتقول كده بما ان رينولدز نمبر اقل من 2000 ديرفور لامينر، ديرفور الاف 64 على 800 بتاعت المساله، على رينولدز نمبر اللي طلع في المساله. اوكي؟ طب لو رينولدز نمبر طلع اكبر من 4000 ديرفور بقول الفلو ده تربلنت. تربلنت يعني بيسموه سرعان اضطرابي. بتطلع الاف من المودي شارت. خلي بالك الصفحه دي كلها كده او الجزء ده كله مش هتبص عليه لو الاف جيفن. يعني لو الفريكشن فاكتور انا مديهولك كده في راس السؤال خلاص مش هتبص على الصفحه دي كلها. لكن لو مش جيفن هتحل بالطريقه دي بقى، هتبتدي تشيك على الرينولدز نمبر، ومن الرينولدز نمبر تشوف الفلو لامينر ولا تربلنت. لو لامينر مش هبص على المودي شارت، لو تربلنت هفتح المودي شارت. ايه بقى بسرعه كده المودي شارت تشرح لكم في المحاضره بالتفصيل. مش كده؟ لا كانت اتشرحت قبليها الاسبوع اللي فات ولا ايه؟ لا الاسبوع ده الاسبوع ده في الموقف. هقول لك المودي شارت كده بسرعه، ملوش علاقه بالستيل شارت خالص ولا ايه، يعني هو شارت بسيطه مش زي الستيل شارت وتصورها على ورق A3 وبتاع، مش هتخش عليها كذا مره في المساله. عايزك بس بسرعه تفتح المودي شارت وتبص عليها، مش تقعد ربع ساعه مدلني في المودي شارت. ماشي؟ لان مش هي دي حل المساله، ده انا بجيب الفريكشن فاكتور عشان ابتدي احل المساله. المودي شارت هي شارت على محور اكس مكتوب الرينولدز نمبر. بس ما صحش مكتوب على محور اكس الرينولدز نمبر. المفروض ان انت هتخش على النت تجيب لي المودي شارت دي وتصورها كذا نسخه وتخليها انت تدرب عليها. طيب تطبعوها كده وتصورها كذا نسخه وتتدرب عليها. الرينولدز نمبر موجود على محور اكس بس مكتوب بلوج سكيل، يعني انت مش هتجيب لوج ولا حاجه، بس هو مكتوب بسكيل كده ارقام في 10 اس كذا في 10 باور كذا. يعني هتلاقي مثلا 10 باور 3 وبعد كده 2 في 10 باور 3، 3 في 10 باور 3 وهكذا لغايه 9 في 10 باور 3. بعد كده يكتب 10 باور 4، 2 في 10 باور 4، 3 في 10 باور 4 لغايه 9 في 10 باور 4 وهكذا. الارقام بتزيد كده. ماشي؟ طب انا دلوقتي حسبت الرينولدز نمبر في المساله دي،
طلع الرينوس نمبر طلع مثلا 2 3 4 5 6.7 وما كتبش واحد. الرقم ده 23000 وشويه اكبر من 4000. هخش ازاي بالرقم ده هنا؟ اعلم عليه ازاي هنا؟ هتظبط لي الرقم ده تخليه رقم في 10 رقم 1 في 10 اس كذا. يعني الديسيمال نمبر دي مش ممكن احركها 1 2 3 4 يبقى الرقم ده ممكن يتكتب 2 و3 من 10 في 10 باور 4. هي فعليا المفروض تتكتب 2.4 مش 2.3. ما هو الديسيمال نمبر دي لما توقف هنا الارقام دي هتتقرب تبقى 2.4. المهم كتبناها كده 2.3 وخلاص. هتقف بالمنظر كده ما بين ال ده 10 باور 4 ده 2 في 10 باور 4 بالمنظر ما بين الاثنين والثلاثة بس اقرب شوية للاثنين ال 2.3 وتطلع بالمسطرة بخط فيرتيكال لفوق. يبقى انت بالقلم مرصوص كده بالمسطرة تطلع بخط لفوق. بعد كده هو بقى البودي شارت فيه على المحور واي الفريكشن فاكتور ومكتوب بسكيل عادي ده اللي انا عايزه. مكتوب 0.01 0.02 وهكذا. جوه المودي شارت المودي شارت دي حطلك جواها كل رنجات للفلو من اول اللامينر للهاي ترمينال. فهي هتلاقيها متقسمه كده لما تبص عليها هتلاقيها متقسمه لاربع مناطق. اول منطقه خالص عند اقل رينوز نمبر ده ايه؟ ده اللامينر. هتلاقي خط مايل كده بس مكمل يعني واقف لغايه رينج ال 2000 الباقي بتاعه هتلاقيه نقط كده. وهتلاقي فوق مرحله متشخبطه كده اللي هي ترانزيشن. انا ولا هحتاج الخط ده ولا الترانزيشن اصل الخط ده بتاع اللامينر هو راسم لك العلاقه دي بس انا مش هحتاجه اساسا. ابص مش هفتح المودي شورت عشان الاف معايا معادله تحسب معايا معادله الخط ده. فمش معقول يبقى معايا معادله في ثواني اطلع بيها رقم واقف انا هنا بقى واقطع الخط عشان اجيب الاف. هو مرسوم وخلاص ومش عايزينه. والمرحله المتشخبطه دي ترانزيشن الفلو ولا هو لامينر ولا هو تيرمينال. دي نقله بس من لامينر بيقلب تيرمينال. بعد كده المودي شورت بقى نفسها هنا في كيرفات مايله كده. اول كيرف مش واصل لغايه الحيطه دي. بعد كده الكيرفات كلها اللي بعده عامله كده. هي كيرفات بدايتها كيرف ونهايتها خطوط هوريزونتال. اول كيرف مكتوب عليه سموث بايبس. سموث بايبس زي المواسير البلاستيك والبي بي سي والبلاستيكات عامه والمواسير البريسبكس المواسير الباغه المواسير الازاز. ده بتاع السموث بايبس. الكيرفات اللي بعديه بقى كل كيرف واصل لغايه الاخر هنا ومكتوب جنبه رقم. يعني ده مثلا 0.001 0.002 وهكذا. الارقام دي بتعبر عن ابسلون على دي. الارقام دي بتعبر عن ابسلون. ابسلون اللي هي الرفنس الخشونه. الخشونه دي وحدتها بالملي. لما بقسمها على الدايمتر بيبقى اسمها ريلاتيف رفنس. ريلاتيف يعني نسبه لقطر الموصول. ابسلون على دي. بس خلي بالك ان الوحدات لازم تبقى زي بعض. يعني هتحط الرفنس بالمتر تحط الدايمتر بالمتر. حول دي متر يبقى تحول ده متر. طب الرفنس دي هجيبها منين؟ يا اما هديها في راس السؤال رفنس ايكوال كذا يا اما تفتكر هي بتعتمد على ايه رفنس؟ خشونه الموصول. على خشونه الموصول يعني بتعتمد على الخامه بتاعت الموصول على الماتيريال. فهتلاقي ان المودي شارت في الجنب كده في جدول في الماتيريال والرفنس. ساعات بيبقى الرفنس ده عمودين واحد بالملي وواحد بالفيت. انا هاخد اللي بالملي طبعا. هيقول لك مثلا في السؤال كاست ايرون بايب. كاست ايرون هتخش قصاد كاست ايرون تطلع الرفنس. تعوض جه هنا وتقسمها على دايمتر تجيب الريلاتيف رفنس. نفترض ان هي في المساله بتاعتك مثلا 0.002 هتقف على الكيرف اللي مكتوب عليه 0.002 وتمشي عليه لغايه ما تقطع الرينوس نمبر اللي انت كنت معلم عليه في الاول في النقطه تجيب لي قرايه الاف على طول الوسط. فهمتوا الكلام ده؟ فاهمين الكلام ده؟ يبقى انا في ثواني بفتح المودي شارت اطلع الاف عشان احل المساله، لكن ما اقعدش ربع ساعه نص ساعه فيه. انا بعلم على النورث نمبر واشوف انا ماشي على انهي ريلاتيف رفنس اقطعهم في نقطه ما كملش امشي بعد الكيرف. اول ما يتقطعوا في نقطه تجيب الاف اللي قصاده، والاف اللي قصاده ده يبقى بالمنظر كده بسرعه. يعني ما بين 0.02 و0.04 0.03. فاهمين الكلام ده؟ لكن ما تكتبهاليش 0.9 مثلا تبقى قلش منك خالص. لو بسكيل ده برضك اللي هو راس لا لا الاف ده مكتوب بسكيل عادي وده مكتوب بسكيل عادي كلها بسكيل عادي. الرينوز نمبر بس مكتوب اصل الرينوز نمبر ارقام كبيره دايما فهو مكتوب في صوره رقم في 10 اس كذا بس. ما هو الرقم ده انت اللي هتجيبه يا اما هيجيبه. هو الرقم ده ابسلون على دي.
الابسلون اللي هي الخشونه. ممكن اديلك الخشونه في راس السؤال تقسمها انت على الدايمتر، يبقى انت جبت الريلاتيف رفنس. او اقول لك خامه الماسوره ايه، تجيب انت الرفنس من الجدول تقسمها على الدايمتر بقى. فهمتوا الكلام ده؟ الموضوع سهل ما فيهوش حاجه، بس يعني لازم تذاكروا لي عشان المره اللي جايه هنشرح مساله كامله بقى فيها فريكشن لوس وماينر لوس. دلوقتي المساله اللي هشرحها ما فيهاش اي دوامات، ما فيهاش اي ايدز، ما فيهاش كوع، ما فيهاش بالب، ما فيهاش انترالز، لارج فيلم، الحاجات دي كلها يعني مسالتين اللي هنقول دلوقتي ماسوره ستريت واحده. هتحل انت اللي عليك يعني النهارده تقدر تحل من واحد لغايه اربعه. تحلهم لي بس بالارقام. انا دلوقتي انت لو فاهم الشرح ده خلاص احنا يعتبر حلينا المسالتين اللي انا عايز اقولها. انا هكتب لك الجيفن بس بتاعه ما تشاورش. فالمفروض ان انت تبقى فهمت بقى الكلام ده كله. مش كده؟ عايزكم تظبطوا الارقام شويه اللي بتطلع يعني اولا الاف مثلا لما تطلع احنا اتفقنا تجيبها لي بسرعه كده. اوكي؟ والرقم اللي يطلع لك ما ينفعش اكتب رقم مثلا بريشر طلع لي 2 3 4 5 6 7 8 9 10، ما ينفعش اكتب بريشر بالمنظر ده. انت تقول لي البريشر 20 بار 30 بار. انا وانا بحل بالباسكال، بس في الاخر ذوقيا بطلع لك الوحده كويس. يعني لما تطلع لينث مثلا 0.003 مللي او 3 في 10 اس سالب 3 مللي متر سوري، ما تقول لي 3 مللي. يعني ما ينفعش اكتب 3 في 10 اس سالب 3 متر. انا مش هعرف احس بالرقم ده، قول لي 3 مللي. اللي انا اقصده بعد كده هتبقوا مثلا بتسلموا ريبورت، بتسلموا حتى في شغلك هتسلم تقرير، هتسلم حسبه بتاع، لازم وانت بتحل اس اي يونتس، بس بظبط الوحده في الاخر. ماشي؟ يعني انا مصحح مره من الترم بتاع نوويه من كذا سنه، لقيت واحد مطلع لي طول جبل 2 مليون مللي. هو جبل بيتقاس بالمللي. 2 مليون مللي يعني 2000 متر، يعني 2 كيلومتر، طب ما تقول 2 كيلومتر يبقى اندر. فاهمين؟ هو الرقم صح، بس الوحده ما يصحش. ماشي؟ عشان في مساله دلوقتي مثلا هو طالب البريشر عند نقطه ايه؟ احسبه. لو البريشر عند النقطه دي ب 4 بار. لما تحسب فيه ايه؟ هو بعديا هيطلع لك رقم في 5 6 الارقام، هيطلع بالبار برضه. بس هيطلع لك بالباسكال، هيطلع رقم كبير. رجعه لي انت بقى البار. اوكي؟ المساله رقم واحد بيقول اويل البايب كاريز اويل 10 سنتيمتر بايب. مش لازم اقول لك 10 سنتيمتر دايمتر، 10 سنتي يبقى اكيد ده قطره مش طول. يبقى الدايمتر بتاع الماسوره 10 سنتي. هكتبه بايه؟ بالمتر. 100 متر لونج يبقى طولها ايه؟ 100 متر. كوميرشال ستيل بايب، كوميرشال ستيل اطلع من المعلومه دي ايه؟ الرفنس اف ايه؟ اطلع الرفنس من الجدول من كوميرشال ستيل. بس ده طبعا في حاله ان انا هحتاج المودي شارك، يعني ممكن المعطى ده انا هحتاجه ممكن فلويد تعمله. كوميرشال ستيل بايب كاريز اويل فروم اي تو بي من نقطه A لنقطه B which is 2 متر lower than A. يعني الرسمه مش مرسومه، بس هو بيقول لك ان الماسوره نقطة B أبطأ من نقطة A ب 2 متر. والفلو ماشي من A B. يبقى الأسرة بتتحط بالسالب مع A. خلي بالك مسائل الشيك كلها مش مرسومة. يبقى أنا عايزك تقرأ كده المسألة وترسمها واحدة واحدة. هي الرسومات كلها سهلة بس لازم تقرأ المسألة وترسمها. وكل رسمة الأسبوع اللي جاي هنشرح الماينور لوسز أو الإيدي لوسز، وهنشرح في موضوع التوتال إنرج لاين والهيدروليك ريديانت لو تفتكروا شرحناهم في سنه اولى في اخر السنه كده. هنشرحهم تاني الاسبوع اللي جاي وهنقسمهم على مساله. لكل شيء هترسم تي ال والاتش دي. هو مش مطلوب بس تتدرب عليه كده. زي شيك الهيدروستاتيك فورسز ما اتفقنا ترسم لي البريشر ديستريبيوشن على المسائل. لعل وعسى يتطلب في الامتحان يبقى انت اتدربت عليه. لكن التي ال والاتش دي اكيد في الاغلب يتطلب في المساله دي. موضوع سهل وبتاخد ايه درجات؟ في الميد تيرم هو اخر الكلام ده ولا في حاجه ثانيه كمان زياده؟ يا عم سيبها حسب التسليم مش عارف الميد تيرم اللي جاي اعتقد هيجي لغايه الشيء بتاع الخزانه ده كله اول ما نخلصه الاسبوع الجاي هنشوف بس الدنيا هتمشي ازاي. المهم التوتال انش لاين والهيدروليك ريديت الخطين دول انت فوق الماسوره بترسم خطين بتاخد عليهم درجات. يعني ما تبقوش قافشين منهم لو خطين عليهم درجات. يعني انتوا بتقعدوا في الاله الحاسبه ومش بتحفظوا القوانين صح، فالارقام كلها بتبقى بايظه. فعلى الاقل ارسم خطين هتاخد عليهم درجه، ما تبقاش كافي الموضوع ده، موضوع سهل لو فهموه المرة الجاية هتلاقيه كويس ما فيهوش حاجة. هو عايز ان يبقى فلوريت 20 لتر في الثانية. يبقى أنا عايز الفلوريت اللي يمشي في الماسورة يبقى 20 لتر في الثانية. أكتبه كام؟ A
ذا فلو ريت ريكوير از 20 لتر في الثانيه من اي بي، والبريشر عند بي مش زيرو، الضغط عند بي مش زيرو. هو بيقول لك انا عايز الضغط اللي عند بي يوصل 4 بار. ازاي وهي بتلمع الاتموسفير؟ هو ما جابش سيره ان هي بتلمع الاتموسفير، دي لسه ماسوره مكمله، هنا في خزان، هنا في اي حاجه، دي لسه ماسوره مكمله. تمام؟ انا عايز الضغط عند بي يبقى 4 بار. بس هو مش مديهالي بالبار، هو كاتب 4 كيلو جرام فورس بير سنتيمتر سكوير، الوحده دي بتبقى في البار. لما تروح البيت تحولها لبار تاني لباسكال هتلاقي ان انت بتضرب 2.5، يبقى الوحده كيلو جرام بير سنتيمتر سكوير هي البار. ماشي؟ يبقى انا عايز في المساله بقى ديترمن ذا ريكوايرد بريشر قد ايه؟ احط هنا الترومبه تطلع ضغط كام عشان توصل الفلوريد ده وتوصله لي الضغط ده. يبقى هو عايز في المساله دي بي ايه؟ بكام؟ سيبك من البرلوني ايكويشن، ما تقعدش تكتب معادله وبعد كده تسيبها وترجع ترجع لها تاني. معلومه الفلوريد دي تتحسب لي ايه؟ طب ما انا اظبط برلوني الاول عشان لما اكتبها هو في عرض. الفلوريد تتحسب لي بالسرعه، والسرعه تعمل لي تشيك على الرينوس نمبر، والرينوس نمبر هيحسب لي الفريكشن فات سواء لامينار او تربر. يبقى انت تكمل لي بقى الارقام دي في الامتحان في البيت. احسب الفلوريد على الجريب يطلع لك السرعه. احسب الرينوس نمبر، الرينوس نمبر الرو بي دي على مين؟ هو مديلك الرو واللزوم. هيطلع لك الفلو لامينر يبقى الاف 64 على الرينوس نمبر. هيطلع لك الفلو تربلت تفتح المودي شارت تطلع الاف من المودي شارت. وانت معاك الاكسترو ومعاك الدلتا. كده يبقى انت معاك الاف اللي هو الفريكشن فات. لو كتبت برنولي ايكويشن في ثواني هتطلع الرقم اللي هو عايزه. طبق بس برنولي من A لB، زد B هيبقى بكام؟ بزيرو، وزد A ب 2 متر، والسرعة دي هتطير مع السرعة دي. طب أنا حسبت ليه السرعة أساساً؟ أولاً عشان أحسب الريموز نمبر، وكمان الأسس هيبقى فيها سرعة، يبقى كده كده هستخدمها تاني للسرعة، بس هي كسرعة هنا ده وده وده، حتى لو الرقم معايا، يعني أنا معايا السرعة، بس ليه أعوض بيها هنا وأعوض بيها هنا؟ هتغيرهم مع بعض، والبريشر معايا، فاضل لي بس بي إيه؟ طب اللوسز هتفكها مره واحده للفريكشن واحد بس اف ال بي ترجع لك جي وانت معاك كل حاجه فيه. هتطلع البريشر اهو. سامع الكلام ده؟ سامع يا باشمهندس. هو رينوس نمبر حليبه ازاي؟ انا ما اعرفش بالظبط. مديها لك في السؤال. مش هكتبها يا عم، يبقى اكتبها انت مش فاكرها المكتوب في الشيك كده. هو مديلك الرو واللزوجه بتاعت السائل. فده اويل. فمديلك الرو واللزوجه بتاعته. فهمتوا الكلام ده؟ هتحسب بس الرينوس نمبر هتلاقي الفلو انا مش فاكر لامنر ولا تربر تاني بس شوفها يعني هتطلع لك ايه. ماشي؟ دي مساله، المساله اللي وراها زيها بالظبط. المساله اللي وراها رقم ثلاثة بقى زيهم بس بيقول لك حل المساله ثلاث مرات لثلاث ثواني مختلفه. بس انا عايز نفس الفلوريد يبقى ماشي في الماسوره. قول لي الضغط اللي في الاول بكام اللي يمشي الفلوريد ده. يبقى انت مش هتكتب لك ثلاث مرات، انت هتكتب برنولي ايكويشن مره واحده وتختصرها. والفلوريد ثابت يبقى انا مش هحسب السرعه ثلاث مرات، ما هو الفلوريد ثابت كل ايه ثابت؟ مش هحسب السرعة ثلاث مرات في ثلاث ثواني، هحسب السرعة بس مرة واحدة. اللي هتحسبه بقى ثلاث مرات الرينوس نمبر والفريكشن فاكتور. تمام؟ دي مسألة رقم ثلاثة، أربعة بقى دي آخر واحدة عليك يعني، من أول رقم خمسة هتلاقي فيهم ماينور لوسز بقى. فعايز تبص عليه بص، عايز تسيبها شوية الأسبوع الجاي بص. رقم أربعة بيقول البامب تيكس جازولين، أنت بتبص على أول السؤال تلاقي كلمة بامب هي اللي بتيك في شعرك، يبقى المسألة دي صعبة. سيبك من البامب، أنا مش عايز البامب. هو بيقول إن أنت عندك بامب بتسحب جازولين من خزان. ارتفاع الجاز اللي فيه 50 سم أباف ذا بامب ليفل، أعلى من مستوى البامب المسافة 50 سم، يبقى 5 من 10 متر. ثرو بايب نص سم دايمتر، يبقى القطر ده نص سم، يبقى نصه بتقسمه على كام؟ على 100 عشان يبقى بالمتر. اوكي؟ وبيقول لك ان الماسوره دي سموث. يعني لو هخش على المودي شارت هخش على اول كيرف تحت بتاع السموث بايب. ديترمن ذا بريشر جاست بيفور ذا بامب. انا ماليش دعوه بالبامب، هو عايز الضغط قبل البامب على طول. دي نقطه 2، هو عايز بي 2 بكام؟ بس. ديترمن ذا بريشر جاست بيفور ذا بامب. تو ديليفر عشان الفلوريد يبقى 45 4.5 سنتيمتر مكعب في السنة، يبقى اضربه في 10 كام؟ 6 عشان يبقى متر مكعب في السنة، يبقى الفلوريد 4.5 سنتيمتر مكعب في السنة. حد ماشي؟ في أي نقطة ناقص كده؟ ومدي لك الرو، ومدي لك الرو اللي زوجة بتاعت السائل برضه. طول الماسورة 100 سنتي، يبقى اللينز 1 متر، يبقى اللينز بتاع الماسورة 1 متر. نفس المسألة برضه اللي فاتت. معايا
والدايمتر تحسب منه السرعه، السرعه تشيك لك على الرينوس نمبر وتطلع الفريكشن فاكتور وتعوض برنولي تطلع في اثنين على طول. طب نقطه واحده بتبقى فين؟ على سطح الجازولين هنا نقطه واحده، الضغط عندها صفر والسرعه صفر والارتفاع 50 سم. ماشي، فكلام سهل. بعد كده بيقول لك ايه بقى؟ بيقول if the discharge is tripled، يعني فلوريدا اتضرب في ثلاثه، حل المساله تاني. بس اخر سطر بيقول given that الجاما بتاعت الجازولين بكذا، دي مش جاما دي سبيسيفيك جرافيتي، واللزوجه بكذا تواز تحولها لباسكال سكند. واخر نص سطر بقى مكتوب بيقول ايه؟ بيقول اف فور تيرمينال فلو ايكوال كذا، يعني بيقول لك خلي بالك ما تخشش بقى على الهيد شارت، لو الفلو طلع تيرمينال خد الاف اللي انا مديهولك 0.002. يبقى انت عامل لي تشيك على الرينوس نمبر، احسب الرينوس نمبر، بس لو طلع لامنر احسب انت الاف 64 على الرينوس نمبر، لو طلع تيربرنت ما تخشش على المودي شارت، خد الاف اللي هو مديهولك. فهمت الكلام ده؟ اتدرب برضو عليها وخد خش على الفريكشن فاكتور، خش على المودي شارت طلع الاف. هنا هيبقى تو لوسز ولا لوس واحد؟ هو الراجل ده معاه حق في حاجه. ايه تو لوسز فايف بنت قصدك عليهم؟ النقطه اللي هي ما بين الفاصله في الدياجنال ولا الحكايات ده كله. بس هو احنا هنا دلوقتي هنشتغل على الفريكشن لوس، بس هنشتغل على الاحتكاك بس اللي في الماسوره من هنا لغايه هنا. المفروض ان الحته دي بيتكون عندها دوامات اللي هي بتاعت الانترنس لوس، فالمفروض ان انا في اللوسس هكتب حاجتين، هكتب اف ال في تربيع على 2 جي دي زائد المعادله بتاعت الانترنس لوس كي في في سكوير على 2 جي دي، هنقولها مره ثانيه. ماشي، انت هتكتب بس الفريكشن لوس. اعتقد في الشيت كان قايل لك كده صراحه نجلكت ماينر. لا مش قايل اي حاجه، انت هتشتغل لي بس على الانترنس لوس دلوقتي والماينر لوس هنقولها المره الجايه. هو الاي دي ده المفروض ان هو بيختلف من الديامتر يعني؟ ايه ده؟ اللي هو الاي لوس الانرجي